عمل راقصا في بداياته وتعرض للنقد بسبب تشبهه بالنساء، الفنان السوري فارس ياغي والمعروف بدور هذا الظاهر في مسلسل عروس بيروت وأبرز محطات في حياته. فارس ياغي هو فنان شاب سوري استطاع إتقان اللهجة اللبنانية من خلال مسلسله عروس بيروت لدرجة أن الجمهور ظنه لبناني الجنسية، إلا أن فارس كسب الرهان بحضوره وجاذبيته. وكانت انطلاقته الفنية عبر السينما بفيلم وعد شرف في العام 2015 بعد 30 يوما من تخرجه من المعهد العالي مع المخرج السوري باسل الخطيب. فارس مواليد 14 أيلول سبتمبر عام 1992 في العاصمة السورية دمشق. عمري في العام 2020 هو 28 عاما. ربيع ياغي شقيق الفنان السوري فارس ياغي. وبرجه الفلكي هو برج الميزان. وكشف ياغي في مقابلة إذاعية مع إذاعة المدينة أنه ترك دراسة الحقوق متحديا إصرار أهله، وبدأ بمسيرته المهنية كراقص في إحدى الفرق الفنية قبل دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية. ودرس ياغي في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج منه في العام 2015. شارك ياغي بعد تخرجه من المعهد بعدد من الأعمال الدرامية السورية، لكنه حقق شهرته عربيا بمشاركته في مسلسل عروس بيروت بشخصية هادي الظاهر والتي يتحدث فيها باللهجة اللبنانية. ويحمل رصيده الفني 12 عملا دراميا، نذكر منها خاتون وبلا غمت وبقع الضوء ومسلسل أحمر في العام 2016 ووردة شامية في العام 2017. وخلال لقائه مع الإعلامي باسل محرز في برنامج المختار، قال فارس ياغي إن الفرصة التي منحت له لتأدية دور هادي في مسلسل عروس بيروت لم يكن ليمنحها له أي مخرج سوري، لأن المخرجون يفتقدون للجرأة في منح الفرص للشباب. كما وأعرب عن ثقته بأنه لو كان هناك ممثل لبناني قادر على أداء الشخصية لما كان المخرج التركي اختاره بمجرد أن رأى صورته وقبل أن يشاهد أي من أعماله الفنية. ومؤخرا أثار الممثل السوري فارس ياغي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض للكثير من الانتقادات بعد نشره صورا له ظهر فيها بإطلالة مستوحاة من شخصية دراكولا الشهيرة، حيث وضع فارس ياغي طلاء أظافر باللون الأسود ليتماشى مع فكرة الصور وشخصية مصاص الدماء الشهيرة. وصرح الفنان السوري فارس ياغي أنه مع الزواج المدني لكنه يرفض الزواج من غير دينه. عمل ياغي لفترة كراقص في الفرقة الموسيقية أدونيا قبل احترافه التمثيل. وشارك ياغي في العام 2017 بعمل واحد لانشغاله بوالده الذي تعرض لإصابة حادة في تفجير ضرب القصر العدلي في دمشق. وحول تشبيهه بالفنان السوري معتصم النهار، رد ياغي قائلا: أنا لست بمكان لأقارن مع أحد معتصم قبلي بسنين كثيرة
ولديه كاريزما وخصوصية، وقدم نفسه في العديد من الأعمال بطرق مختلفة. وأنا أقدم نفسي كفارس ولا أنافس أحد، والناس أحبتني على أدائي وليس لشكلي فقط. ويؤكد ياغي أن المخرج السوري باسل الخطيب دعمه في بداية مسيرته الفنية وأشركه في 3 أفلام، في فيلم الأب في العام 2016 وفيلم الاعتراف في العام 2018. وشارك ياغي في فيلم جبال الشمس مع المخرج السوري أيمن زيدان في العام 2019. وشارك ياغي إلى جانب الفنانة السورية شكران مرتجى في مسلسل وردة شامية بدور ابنها حكمة، وأيضا في مسلسل ميادة وأولادة في العام 2020. عمل ياغي أيضا كمساعد مخرج في العرض المسرحي سوريون بعنوان، ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي. وذكر ياغي أن مشروع تخرجي من المعهد كان عرضاً مسرحياً بعنوان الملك ليير للكاتب ويليام شكسبير من إخراج فؤاد حسن. وربط الجمهور مؤخراً بين الشبه الكبير الذي يجمع الفنان السوري الشاب فارس ياغي وناجم بوليود الشهير هيرتيك روشان، مؤكدين أن ياغي نسخة طبق الأصل من الفنان الهندي. فارس ياغي يرى نفسه أقرب إلى السينما من التلفزيون لأنها توصل الأفكار بوقت قصير وبطريقة مكثفة. كما يعتبر ياغي نفسه غير جاهز لتأدية أدوار البطولة وأن الطريق أمامه لا زال طويلاً.